السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم طالباتي العزيزات طالبات الصف الخامس الابتدائي. أهلا ومرحبا بكم طالباتي الحبيبات. سوف نقوم اليوم باستكمال درسنا وهو بعنوان الجملة الاسمية. للتفريق بين الاسم والفعل عزيزات الطالبة، أدخلي التعريف على الكلمة. إذا كنت لا تستطيعين التفريق بين الاسم والفعل، قومي بإدخال التعريف على الكلمة التي لا تستطيعين تحديدها من حيث الاسم أم الفعل. إذا قبلتها الكلمة، إذن هذه الكلمة اسم. أما إذا لم تقبلها الكلمة، إذن هذه الكلمة فعل. كيف يكون هذا يا معلمتي؟ على سبيل المثال، كلمة منزل. كلمة منزل، أدخلي عليها التعريف تصبح، أسمعك جيدا، المنزل. المنزل، إذن هنا التعريف قبلتها، التعريف قبلت هذه الكلمة لكي تصبح المنزل. هكذا كلمة عادية جدا. إذن هذه الكلمة طالما أن التعريف دخلت على الكلمة والكلمة قبلتها ولم ترفضها، إذن هذه الكلمة اسم. أما وهذه الكلمة أيضا، أدخلي عليها تصبح الغرفة. إذن هذه الكلمة اسم أم فعل؟ نعم يا حبيبتي، هذه الكلمة اسم. أما هذه الكلمة يكتب، أدخلي عليها ال، هل نستطيع أن ندخل عليها ال؟ تصبح اليكتب. هذا الكلام غير صحيح، لا نستطيع أن ندخل على كلمة يكتب ال. إذن هذه الكلمة فعل، هذه الكلمة فعل. والآن هل تستطيعون التفريق؟ هيا بنا. كلمة يشرح اسم أم فعل؟ هل نستطيع أن ندخل عليها ال؟ لا يا معلمتي، إذن هذه الكلمة فعل. أحسنتم. هذه يفهم اسم أم فعل؟ أحسنت يا حبيبتي، فاعل. أما هذه صحف، هل نستطيع أن ندخل عليها التعريف؟ نعم، لتصبح الصحف. الصحف، إذن هذه الكلمة اسم. أما هذه حقيبة، اسم أم فعل؟ الحقيبة اسم، بارك الله فيكم جميعا. أما هذه الكلمة مطبخ، اسم أم فعل؟ أدخلي عليها ال تصبح المطبخ. إذن هذه الكلمة اسم أم فعل؟ اسم، بارك الله فيكم جميعا. هيا ننتقل إلى التدريبات. عزيزات الطالبات، قوموا بفتح الكتاب صفحة 28 وتابعي معي التدريبات. في المرة الماضية درسنا وتناولنا التدريب الأول. أما التدريب الثاني، املأ الفراغ بالإجابة الصحيحة من بين البدائل التالية: ألف مدينة الدوحة، أكمل الفراغ. مدينة الدوحة جميل؟ لا، جميلا بالطبع لا، وإنما جميلة. هذه هي الإجابة الصحيحة. أحسنتم، بارك الله فيكم، هذه هي الإجابة الصحيحة، قومي بتحديدها. جميلة، مدينة الدوحة جميلة. جميلة خبر المبتدأ، خبر المبتدأ. جميلة اسم أم فعل؟ اسم. إذن الخبر هنا نوعه مفرد، بارك الله فيكم. أما المثال الثاني، الشكر فراغ نعم الله علينا. الشكر تديم، يديمان، يديم، يديمون. الإجابة الصحيحة، أسمعك جيدا، يديم. الشكر يديم نعم الله علينا. يديم فعل أم اسم؟ ها، أدخلي ال، اليديم. هل يوجد كلمة تسمى اليديم؟
لا يا معلمتي، إذا هذه الكلمة لم تقبل التعريف، إذا هذه الكلمة فاعل. إذا نوع الخبر هنا جملة فعلية. بارك الله فيك. الطالب النشيط واجبه يؤدون، يؤدي، يؤديان، يؤدين. الإجابة الصحيحة، أسمعك جيدا، يؤدي. بارك الله فيكم. نوع الفعل هنا، عفوا، نوع الخبر هنا جملة فعلية، نوع الخبر جملة فعلية، أحسنتم. السؤال الثالث، أكمل الجمل الآتية بما هو مطلوب بين القوسين. العلم فراغ، وأريد الآن خبر مفرد. العلم، من تستطيع الآن إكمال الفراغ؟ خبر مفرد، العلم لابد أن يكون هنا اسم. نعم، أسمعك جيدا، نستطيع أن نقول العلم نور، العلم نور، أليس كذلك؟ نعم، العلم نور. نقوم بكتابتها. إذن نور خبر مفرد. الصديق فراغ، صديقه في كل شدة. أريد الآن أن نضع هنا خبر جملة فعلية، أي نكتب فعل. الصديق، ها، كيف نكتب وماذا نكتب؟ أحسنت، اسمعك جيدا، نستطيع أن نقول الصديق يساعد، يساعد فعل. إذن الخبر هنا جملة فعلية، صديق يساعد صديقه في كل شدة. المواطن الصالح فراغ منتجات بلاده، خبر جملة فعلية. المواطن الصالح، ماذا نكتب؟ أريد فعل. أحسنتي، يدعم، أحسنتي. الكاتبان فراغ خبر مفرد، أريد خبر مفرد. الكاتبان، أحسنتي، رائعان أو مبدعان، أحسنتي، بارك الله فيك. أتمنى أن نكون قد استفدنا من درسنا لهذا اليوم، وألقاكم على خير بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.